شكرا لي الزميل محمد سعدون الكواري ولضيوفه الكرام. أيها الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وأسعد الله مساءكم أينما كنتم، وكل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك، وعساكم من عيدين العيد إن شاء الله في قطر، في الوطن العربي، في البرازيل، في العالم أجمع، للعرب وللمسلمين كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. نتقدم للجميع بخالص الدعوات والأمنيات بعام جديد ملؤه بإذن الله الخير والحب والسلام للعالم أجمع، لمن فطروا ولمن صاموا شهر رمضان المبارك. يلعب في مدينة برازيليا، واليوم يوم كما ذكرت للتاريخ، لأن الشيء لعبوا كرة القدم في العالم البرازيل، والبرازيل تبدأ عبر قنوات بي ان سبورتس. القطر أبطال آسيا، سعد الشيب، بيدرو ميغيل، بعلا، طارق سلمان، عبد البرازيلي والقطري. البرازيل بتقدم نيمار، نيمار ب96 مباراة دولية وب60 هدف، بيلي عنده 77 هدف، نيمار عنده الفرصة لأن اللقب الآسيوي أدركوا وشاهدون، هم يلقون الآن بطل إلي في 62 66 58 في السويد. كرة خطيرة جدا، خطيرة جدا، تحولت أمام المرمى، تمنى ذلك. نيمار يتقدم، هل البرازيل تسجل الهدف الأول؟ تسديدة أولى هي الأخطر في المباراة من كوتينيو، يتقدم كوتينيو ويتقدم نيمار في اللقطة السابقة، وبالتالي محاولة برازيلية خطيرة. حاولت البرازيل مرة أخرى لعبة الكرة بهذا الشكل، يتقدمون أكثر وأكثر، وهذا وضع طبيعي. عبد الكريم حسن شد حيلك، محاولة البرازيل، كرة من طول عالية، الرأسية، جول، جول. البرازيل تسجل الهدف الأول بواسطة اللاعب الشاب ريجيريلسون لاعب إيفرتون، يتقدم، شوف من هفوة منتخب البرازيل، فك الكرة، والكرة المنقولة بعد ذلك إلى ريجيريلسون اللي سجل الهدف الأول لمصلحة المنتخب البرازيلي. لاحظ، لاحظ معي كوتينيو، البداية كانت من كوتينيو بالكرة التي وصلت إلى داني ألفيش. عادة ما الريال، المرأة، الشاب نيمار، أتمنى أن تكون بدأ يتحرر. عبد الكريم حسن على أساس يتقدم، لكن ما لعبت صح نيمار. والبرازيليين الآن، البرازيليين الآن يتتبعون أكيد إصابة السوبر ستار البي سي، أكيد يتمنى. علاقة وطيدة، علاقة وطيدة وعلاقة يعني كروية وطيدة ما بين البلدين، ولغاية 2022 بالتقدم الآن. وحكم المباراة يقول إن الكرة ما فيه شيء، تقدم في اللقطة السابقة فيليبي لويس من المدافعين الكبار في كوبا أمريكا. خطيرة للبرازيل، خطيرة للبرازيل، والهدف الثاني، الهدف الثاني، جيزوس يسجل الهدف الثاني لمصلحة المنتخب البرازيلي. خطرين دائما وأبدا، يتقدم الآن جيزوس اللي سجل في الدوري الإنجليزي 7 أهداف، هو من يسجل الهدف الثاني أمامك الآن لمصلحة المنتخب البرازيلي. البرازيليين سعيدين لغاية الآن لأن إحنا أمامنا الهدف الثاني. لاحظ الكرة، النقلة الأولى كانت وين، وبعد ذلك طلب الكرة، كرة سلسة جميلة برازيلية اعتيادية. ريجيريلسون يقدم نفسه بشكل من اللاعبين العرب اللي سجل أهداف في المنتخب البرازيلي. أمامك الآن التسديدة. على ذكر المعز علي، المعز علي عنده 19 هدف، شوف 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 الآن، شوف أهم اللاعبين، هو داني ألفيش يصنع، يتقدم، يستفيد. هي مباراة أيضا للاستفادة، ضربة ركنية أمامك لمصلحة المنتخب البرازيلي في صافرة، وبالتالي سمير قطر يأتي، بعض المناسبات الأخرى يأتي، يتم دعوته حتى من أصدقاء من اللاعبين من اتحاد كرة القدم. قبل لا شيء انلعبت والتسديدة، برافو سعد، لكن تبقى خطيرة، مرت وكانت
بعد أن يكون الهدف الثالث. لكن كوتينيو الكرة إلى خارج أرضه حلوة 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 سعد الشيب حلوة شباب حلوة وصلت الآن. شوف الآن المتألق 36 يتقدم كازاميرو يسدد تجاه المرمى. تشرهم أن الوقت ما راح يكون يعني بهذا الشكل، الوقت أفضل. أجمل يتخلص عبد الكريم حسن، خلص اثنين يتقدم يسدد، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. تقدم مرور جيد. أوكي أوكي الكرات المشتركة تبقى البرازيل. حكم المباراة يحتسب ضربة جزاء، حكم المباراة هو احتسب بدون يعني مباشرة احتسب ضربة الجزاء. هذا تيتي، تيتي البرازيل تقدمت بهدفين مقابل لا شيء، ينتظر ويتخذ القرار، ولعلها فرصة الآن. الآن إذا بعد العودة إلى البار احتسبها، احتسب ضربة الجزاء كوتينيو. أو لا والله لا 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 ما احتسبها. ما أنت تلعب أمام البرازيل ولو كانت النتيجة 3-0، ممكن تكون النتيجة 3-0، بس هذا للتوجري أمامك. وصلت الكرة إلى فيليب لويس، فيليب لويس يسدد الكرة إلى الأحداث الكبيرة. إلغاء ضربة الجزاء من الأحداث الكبيرة، التسديدة يتم. واجه البرازيل في الشوط الأول، خسر في الشوط الأول بهدفين مقابل لا شيء مع إصابة نيمار. سيداتي أنساتي سادتي أيها الأحبة في كل مكان، اللعبة الضربة الركنية، برافو سعد الشيب مرة أخرى، تسديدة حاضرة وتسديدة أخرى تأتي من هذا اللاعب البرشلوني اللي هو أرتور، 22 سنة، 8 مباريات في عام 2014، تحاول تسجل هدفين أكيد فيها. وصلت الكرة إلى الأمام، سقط على أرضية الملعب، حكم المباراة يتابع، وصافرة من قبل حكم المباراة يوجه بطاقة صفراء. وحسن الهيدوس قائد العنابي يتحدث مع حزيلين متقدمين، وضربة الحرة عالية مرت بسلام إلى ضربة مرمى لصالة اللعب. كرة في غاية الخطورة للبرازيل، التغطية حاضرة وبراب في غاية الصعوبة. على العموم ننتظر، برازيلية خطيرة جدا، برافو سعد الشيب يرفض الهدف الثالث بكرة وصلت إلى القطري بما فيهم طبعا لاعب الكبير داني عمير. جميلة في الجهة اليمنى على أساس لا 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 استعجل ما بين هذا اللقاء اللي يظل تاريخي. أيضا أكرم يفقد الكرة، صاحب التمريرات وصاحب الكرات الرائعة الجميلة أكرم عفيف كأحسن صانع ألعاب في كأس الأمم الآسيوية الأخيرة، بالتالي هو ريجاريلسون اللاعب الذي سجل الهدف الأول. وأكرم عفيف يحاول، وأكرم يمرر والتسديد، تضيع تضيع. برافو 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 منتخب قطر، منتخب قطر يتقدم. لاعب إيفرتون الكرة حلوة حلوة حلوة، تغطية سليمة من بوعلام، كرة تحولت وبرافو برافو سالم الهاجري يقوم بأدوار دفاعية ممتازة. 21 سنة مع عبد الكريم حسن، الضربة الركنية للبرازيل. إلا حسن واحد من اللاعبين طالت طولها طولها، يعني عبد الكريم حسن الأهداف الجميلة والكرات الكبار الأقوياء تواجه تحاول تتقدم تأخذ ضربة حرة مباشرة تتسبب أن أنت والله لاعب برازيلي يأخذ بطاقة صفراء. برافو برافو، هذا هو المطلوب. لغاية الدقيقة 71 منتخب قطر يعني فيه نفس التشكيلة، محاولة المرور، السقوط على أرضية الملعب، أوكي تأخذ الضربة الحرة المباشرة في هذا طاب له المقام في قطر. والضربة الحرة المباشرة اللعبت، والتسديدة حلوة حلوة حلوة، التسديدة قوية، التسديدة من الهاجري غطي، اللعبة عالية خطيرة، التسديدة في المدرجات. تاسع مباراة تجمع قطر أمام فرق غاية الآن. كرة خطيرة 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 للبرازيل، خطيرة برافو. تحدثت عندما لاقى منتخب عمان منتخب البرازيل وخسر المباراة بهدفين مقابل لا شيء أمام ما بين عبد الكريم حسن ولاعب المنتخب البرازيلي.